مشكل راك مشكل راك كما كنعرفوا بان جامعه السلفي غلقت الطاره على مراسله اللي صيفطها محامي الورثه اللي تيقول فيه هناك رئيس في الاطراف. كان متابعينا الكرام متابعات قناة شوف تي في، القضية خطيرة بزاف وكبرات متابعينا ديال بصح ضحايا المشروع العقاري اللي مسبوع عليهم فيه السواعدة بثلاثة ديال المليار وهربوا غاديين يحماقوا والطرح والطايح صدر من بين متابعينا واللوينة في هذه الساحة أمام ساحة العمالة وسط استنفار أمني كبير متابعينا. الناس مصدومين، الناس كيقولوا على أنه مشات لهم فلوسهم، يعني غريب هذا الشيء متابعينا. شكون اللي غادي ياخذ حقنا؟ وشكون اللي غادي ياخذ لنا رزقنا وعباد الله؟ حنا راه مستضعفين وخوتنا، مشينا للداخليه راسلناها، مشينا للقصر العامر راسلناه، كيف يعقل ديوان الولايه الملكيه